بالليل والله جانا الساعة 8 مساء كده، كسرن وشالن الشالن والحمد لله رب العالمين. ترى الوضع قدامكم شايفين الحاصل شنو، كسير وخراب كتير، خلاص السدود سليم ماك والحمد لله على كل حال. طبعا البيوت كلها وقعت والحيشان وقعت، وقاعدين برا ما في حاجة، تحت السراير تحت الدواليب، يعني حاجة كده مباشرة قاعدين تحت، الناس ما في قدر شجرة هنا يعني، لكن ثلاث أرباع ناس الأطفال العفش الناس كلها برا قاعدة. أنا فقدت 5 منازل أولادي، أنا وأولادي حايمين في الشارع، ما في أي حاجة. بعدين بيقولوا خيم، الخيم دي ذاته اللي وصلتنا يمكن هي ما حل إطلاقا، الخيم ما حل لأنه بتدق قماش باكر بيتقطع. هل الخيم أنا ممكن أوصل لها كهرباء مثلا؟ مش ممكن. شايفين الحالة، حالتنا تغنى عن سؤالنا، صحة ما في، أطفال عيانين، مواصلات ما في، ناس دايرين دعم، دايرين الشعب السوداني يقف معانا وقفة، والحكومة تقف معانا وقفة رجولية.